عايزين نعرف ايه كواليس اللي حصل في خلال الفتره اللي حدثت الفتره الماضيه، محمد زكا في الاهلي، محمد زكا في الاسماعيلي، واخيرا حسم الصفقه صالح اسماعيلي. والله هو وكلاء اللاعبين كانوا عاملين عليه ضغوط عشان هم شايفين فيه ان هو لعيب عنده مهارات ولسه صغير ومستقبله كويس، فكان وكلاء اللاعبين عمالين يجروا وراه وطبعا قالوا له النادي الاهلي نادي كل بيلعب، هو النادي اللي بيلعب كوره في مصر، والنادي اللي مش اللي هو النادي اللي بيلعب كوره في مصر وبيلعب في افريقيا بيلعب في كاس العالم، واحلامك انت هتبقى في النادي الاهلي. فانا طبعا فضلت ان هو يروح الاسماعيلي، لان انا عشان انا بشجع كوره وبشوف ان النادي الاهلي بياخد اللعيبه بيموتها ما بيلعبهاش. في اللحظات الاخيره الحاج محمد ابو السعود وقف جنب مننا وقال ده ابني، واحنا شفنا ان هو محمد ما يصلحش غير في الاسماعيلي، فالحاج محمد صراحه عمل مجهود يشكر عليه ويحسد عليه، لانه هو بيحب محمد وهو عايز يخدم النادي الاسماعيلي. وبعدين احنا فضلنا ان هو يجي للنادي الاسماعيلي علشان الحاج محمد صراحة تعب معانا، وبعدين احنا ما فضلناش ما بصيناش للفلوس، احنا بصينا لمحمد ان هو هيلعب كوره.